بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خليل سمو من قناة سمو بو. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نتحدث عن طريقة الربح من خلال الانستغرام. هناك الكثير من المواقع وكذلك المقالات التي تشرح لك كيفية الربح من خلال الانستغرام، لكن في هذه الحلقة سوف نقوم بشرح كل شيء بالتفصيل، وسنقوم بوضع لكم المواقع، وسنقوم بشرح لكم كذلك كيفية الاتصال بمواقع أو كيفية أن تقوم بالحصول على خدمة الأفيليات من هذه المواقع. لنشرح أول شيء ببساطة ما هو الأفيليات وكيف يمكن لك أن تقوم بالاستفادة منه. فنبسط الأمر بشكل يعني واقعي. أوكي؟ لنأخذ مثال، فقط مثال واقعي. لنفترض أنك أنت قمت بالذهاب إلى سوبر ماركت أو متجر، قمت بالذهاب إلى أي متجر، مثلا متجر ملابس، وقمت باقتناء لباس. أوكي؟ ذلك اللباس لبسه صديق لك أو أصدقاء لك قاموا أو أعجبوا بذلك اللباس وسألوك من أين قمت بشراء هذا اللباس. حينها قلت لهم سأريكم المتجر، تذهب معهم إلى المتجر، تقوم بأن تريهم المتجر وكذلك يقتنون تلك الملابس. حينها صاحب المتجر يعطيك عمولة لأنك جلبت له يعني مشترين، جلبت له مشترين يعني إلى ذلك المتجر. يعني هذه ببساطة هي فكرة الأفيليات، يعني تلك العمولة هي دائما الربح الخاص بك. أوكي؟ فسنقوم بشرح كل شيء كذلك بالتفصيل يعني عبر هذا الفيديو. كذلك سيكون هناك فيديوهات أخرى قادمة حول يعني الانستغرام وكيفية أن تقوم بالاستفادة من خلال صفحتك على انستغرام. أتحدث هنا يعني عن الصفحات يعني فوق 7000 8000 9000 إلى 10000 يعني متابع يكون لديك يعني في صفحة الانستغرام، يعني يكون لديك متابعين، يعني دائما هناك إعجابات تعليقات من أجل أن تقوم يعني أنت كذلك بالترويج إلى تلك المنتوجات. فأي منتوج تقوم بأخذه من موقع ما، تقوم بوضعه أو تقوم بشرائه أو طلبه يعني مجانا، حينها يتم يعني تتوصل بذلك المنتج وتقوم بعرضه وتحصل على كل شخص قام بشراء ذلك المنتج تحصل على مبلغ مالي. هذه هي فكرة الأفيليات، وهي يعني الكثير من المواقع وكثير كذلك من الصفحات التي تستخدم هذه الطريقة، والتي كذلك سوف نشاهدها في هذا الفيديو. في حال كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا اضغط على سبسكرايب أو اشتراك، وفي حال كنت يعني معجب بالفيديو اضغط على لايك وشاركنا بتعليق. مشاهدة ممتعة. سنقوم بأن نشرح لك يعني في حلقة القادمة يعني طرق أخرى حول الربح من خلال الانستغرام، بحيث أننا سوف نشرح لك يعني العديد من الاستراتيجيات والطرق وكذلك المواقع التي يمكن لك أن تقوم بالاستفادة وكذلك زيادة عدد متابعين الخاص بصفحتك على التليجرام. فهذه المواقع التي ستجدها في صندوق الوصف هي يعني سأضع لك العديد من المواقع بالطبع، لكن هذه المواقع التي سوف نتحدث عنها في هذا الفيديو أي موقع بانجود وموقع جيبست أنصح بها أي شخص يريد البدء في العمل أن يعمل بهذه الطريقة. ونفس الطريقة التي سوف تعملها على هذه الموقعين يمكن أن تقوم بعملها على أي موقع آخر موجود في صندوق الوصف. جيد. فكما ذكرت لك يعني تدخل إلى موقع مباشرة سوف تقوم بالنزول إلى الصفحة، إلى هذه الصفحة، ثم تبحث هنا عن other business. اوكي، هنا يعطيك يعني partnership program، وهنا يعطيك الاسوسييت بروجرام. اوكي، ساضغط هنا على اسوسييت بروجرام في هذا المكان. اوكي، بمجرد ان اضغط هنا سوف يعطيني هنا الداشبورد الخاصه بالافيليت كما تشاهد معي الان، وهنا يعطيك يعني ان جوانو يعني يمكن ان تقوم بعمل ترويج ل يعني لملابس يعني كاميرات يعني اشياء الكترونيه يعني ميك اب والكثير من المنتجات التي يمكن لك ان تقوم بالترويج لها. يعني هنا يعطيك يعني يعطيك فقط الرابط، حينها الرابط تقوم بوضعه في صفحتك على الانستغرام. بعد ذلك سوف اي شخص يقوم بشراء اي منتج الا وانت تربح عليه عموله،
يعني اي شخص يدخل الى رابط ويقوم بشراء منتج، فانت تربح على ذلك عمولة، او على تلك العملية سوف تقوم بالربح انت عمولة، يعني قد تصل هنا يعني الى اكثر من 50% كما مكتوب في هذا المكان. اوكي، سأضغطنا على جوانا في هذا المكان وسأقوم بملء هذه البيانات. هنا الايميل، الباسورد، تقوم بإعادة كتابة الباسورد في هذا المكان، وهنا يقول اوكي سأقوم بكتابة الباسورد ايميل مثلا. اوكي هنا أظن الآن جيد، هنا سأقوم بالضغط على أجريت أوكي للموافقة على الشروط والقوانين. هنا تقوم بملء البيانات بحيث أنك تقوم بكتابة اسمك الأول، اسمك الثاني، اللانجويج أوكي، تقوم باختيار اللانجويج في هذا المكان، وبعدها تقوم بكتابة هنا الكونتري أي تختار البلد المقيم به، وهنا تقوم باختيار طريقة التواصل بحيث أن موقعك بس في حال أن أراد أن يتواصل معك، مثلا لو حصلت على عدد كبير من المبيعات يريد الموقع يتواصل معك او شيء مثل هذا، يعني في حال حدثت المشكلة او شيء مثل هذا يقوم الموقع بالتواصل معك. هنا تضغط على سكايب، هنا تقوم بالضغط على سكايب او الواتساب، يعني في حال كان لديك يعني واتساب تريد ان تقوم بالتواصل مع الموقع عن طريق واتساب تضغط هنا فقط على واتساب، وتقوم بكتابة رقمك الدولي في هذا المكان. بعد ذلك تقوم بكتابة هنا الويب سايت، يعني المقصود بالويب سايت هنا ان تقوم بكتابة يعني رابط صفحتك على الانستغرام، تقوم بكتابتها او تقوم بنسخها ولصقها في هذا المكان. بعد ذلك تقوم هنا باختيار يعني التيب الخاص بالانستغرام الخاص بك، مثلا اوكي سأقوم هنا باختيار الانستغرام بهذا المكان، تقوم بالضغط على الانستغرام وتقوم باختيار الكرنسي اي العملة التي تربح يعني او التي تريد ان تقوم بالعمل بها، ودائما نختار الدولار. وبعد ذلك الكاتيجوري، الكاتيجوري هي ما هو نوعية المحتوى الذي تقوم بتقديمه في يعني في الانستغرام الخاص بك. اوكي تقوم بكتابة التليجرام في هذا المكان او تقوم باختيار كاتيجوري، عفوا تقوم باختيار الكاتيجوري. بعد ذلك تقوم بكتابة هنا يعني other information، وانصح هنا في هذا المكان ان تقوم بكتابة يعني معلومات صغيرة، مثلا تخبر الموقع على انك تريد ان تقوم بالترويج لمنتوجاته عن طريق حملات اعلانية ممولة، يعني تبتعد عن كل شيء وهمي. تعمل هنا حملات إعلانية ممولة حتى تقوم بجلب المشترين، ويعني كذلك أن تقوم بتصعيد حسابك من أجل الحصول على أرباح، وكذلك حتى تتم عملية البيع بشكل جيد. أوكي، وهنا تقوم بملء كل هذه البيانات، تضغط على Create Your Account وتنتظر إلى أن يقوم بالموقع أو الموقع بالموافقة، وغالبا الموقع لا يأخذ وقت كبير للموافقة، فقط يعني كحد أقصى 24 ساعة، لكن الكثير من الأشخاص من يتم الموافقة على طلباتهم على شرط فقط أن يكون لديك يعني انستغرام يعني مروج، يعني انستغرام لديه عدد يعني من المنشورات، كذلك عدد من المتابعين من أجل أن يقوم الموقع بقبولك. نفس العملية تماما تقوم بعملها مع موقع بانجود. اوكي، فبعد ذلك يعني تقوم بالدخول الى موقع بانجود، وتقوم بالاتجاه يعني الى الاتجاه يعني الى برنامج الشراكة، هنا الدروب شيبينج، هنا النادي المراجعة، هناك برنامج بيع بعمولة، وهناك مركز البيع بالجملة، وهناك برنامج مدون الازياء. اوكي، تختار انت برنامج البيع بالعمولة هو الذي نتحدث عنه اليوم وهو افيليت. بالطبع تقوم بملء يعني نفس العملية، تقوم بالضغط على انضم، تقوم بملء المعلومات. حينها عندما يتم الموافقة سوف يعطيك رابط، بحيث انه يعطيك رابط تدخل اليه سوف تجد يعني المنتوجات التي تقوم بالترويج اليها، مثلا موقع جابس قام بقبول حسابي، سوف يعطيني رابط، ذلك الرابط سوف اقوم بالدخول اليه، وسوف اقوم بكتابة الايميل والباسورد الذي قمت بكتابتهم في البداية اي في الستيب الاولى يعني في هذه المرحلة. بعد ذلك سوف يقوم الموقع بإعطاء رابط، ذلك الرابط يعني سأدخل إليه وسأجد كل المنتوجات التي يمكن لي أن أقوم بالترويج إليها.
يعني تجد هناك منتجات يمكن أن تربح منها يعني 20-30%، 40%، وهناك منتجات يمكن أن تربح فيها أكثر من 50% على حسب المنتجات بالطبع. وهناك يعني قد تجد هناك يعني العروض يعني كثيرة بالنسبة لبعض المنتجات، يعني كلها يمكن لك أن تقوم بالاستفادة من خلالها. هي طريقة سهلة وبسيطة جدا، يعني تقوم فقط بأخذ رابط، بعدها تقوم بنشره في صفحتك. يعني طريقة النشر يعني هي سهلة وبسيطة جدا، لكن أنت التميز يكون يعني عند كيفية النشر. أوكي، يعني هناك شخص يقوم بعمل فيديو يشرح في المنتج، هناك يعني كل شخص لديه طريقة يعني لكي يجلب الزبناء من أجل شراء هذا المنتج الذي يريد أن يربح من خلاله. أوكي، يعني كل شيء، كل شخص لديه عقلية خاصة في الماركتينج، في حيث أنه يجلب يعني الناس من أجل أن يقوموا بشراء المنتجات. الكثير من الطرق الربحية، يعني هذه فقط الطريقة الخاصة بالأفيليت، هي طريقة واحدة من بين الطرق التي سوف نقوم بشرحها لكم في الفيديوهات القادمة. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.